مع كارترون الزمالك شكل تاني، قدر يكسب الشرقية 3-1 في دور ال 32 بكاس مصر تحت شعار بواب غشيم زانق فلاح شرجاوي. دلوقتي المباراة كلها كانت أحداثها بالدور إن الزمالك ضاغط فاشخ كاسح طاحن الفرق اللي قدامه، ما بيقابهمش غير لعيب واحد اسمه مشمش حارس مرماهم اللي فاتح ورشة سمكارة سيارات، كان عايز يحفل على الزمالك ويصلح عربيات الناس ببلاش، بس للأسف الزمالك قدر يلبهم 3 جوان لجون. التلات جوان دخلهم بن شرقي هدفين وفرجاني ساسي هدف، وعلي ربيع قدر في الدقيقة 91 ان هو يسجل هدف الشرقية الوحيد.